جهاز الإسعاف بالعاصمة يعلن الطوارئ استعداده للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. مرتدو الطرق الصوفية بوادي عتبة يحيون ذكرى المولد النبوي خلال ملتقاهم الأول. وفي ملف اليوم نناقش تواصل الاعتداء على شبكة الكهرباء ومخاطر عودة طرح الأحمال. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. أعلن جهاز الإسعاف حالة الطوارئ استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وأفاد المتحدث باسم الجهاز أسامة علي لقناة النبأ أنهم دعوا جميع الموظفين بضرورة الوجود كل حسب عمله ونوع وظيفته في كافة فروع الجهاز خلال أيام الاحتفال. هذا ويستعد الليبيون هذه الأيام في كافة مناطق البلاد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق غدا الثلاثاء، حيث يحتفل الأطفال في الطرقات العامة بإضاءة قناديل في إشارة منهم إلى إضاءة الكون بمولده وبعثته. هذا واستطلعت كاميرا قناة النبأ آراء المواطنين بالزاوية حول ظاهرة الألعاب النارية خلال المولد النبوي الشريف. هذه الذكرى السنوية الدينية التي تأتي لنا بإذن الله بالخير والبركة، الحقيقة تعتبر من الذكريات الرائعة التي تترك في طبيعنا أثر رائع. طبعا عاداتنا وتقاليدنا تكون في اليوم الاول القنديل والشماع، طبعا الصغار يطبخوا في الخط ولوح ودوشة الليل هذه ما تتمش، واليوم الثاني حتكون وجبة العصيدة اللي نعرفها كلنا الليبيين، وان شاء الله ربك يبارك فينا وان شاء الله ربك يهنينا بلادنا. نهني الأمة الإسلامية بقدوم المولد النبوي الشريف، ونطلب من أولياء الأمور التباعد عن الخط ولوح يسبب أضرار لأبنائهم، ونطلب من جميع المؤسسات الحرس البلدي التوجه إلى المحلات لإيقاف المحلات التي موافينا في الخط ولوح، نطلب منهم إجراء قانوني. في العادة نديروا فيها هي اللي يكون الصيدة، وفي طبعا نوجه نصيحة للأب، كل أب يعني يمنع أطفاله يعني على الخط ولوح. وزي ما شوف في السنوات اللي فاتوا في هالبحالات ممكن أدت إلى الوفاة، فإن شاء الله تفكيرنا يرتقي للأفضل وأفضل نحتفلوا به حسب السنة وحسب ما كان نحتفلوا به زماننا أبائنا وأجدادنا. ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي. مرحبا بك سيد أسامة، ما هو شكل الاستعدادات التي تقومون بها أنتم في جهاز الإسعاف والطوارئ للتعامل مع هذه المناسبة؟ بداية تحياتي لك سيدي، تحياتي لكل متابعي قناة النبأ، كل سنة كل الأمة الإسلامية ديال الخير في هذا المولد النبوي اللي نتمنى أنه هو يستمر على هذه الشاكلة في هذه السنة. أعلننا حالة الطوارئ نحن كجهاز إسعاف وطوارئ بتمركزاتنا الكاملة على مستوى البلاد لحوالي 165 فرع، يعني ما يعادل حوالي 350 تمركز. هذه التمركزات سوف تكون بعون الله على هوبه الاستعداد لوجود اي طارئ داخل الالعاب الناريه، اضافه الى اننا سوف ننتقل للعمل بجوار مستشفى الحروف والتجميل
تجنبا للتدخل في اي لحظه، ونتمنى ان يمر هذا اليوم بالسلام. نفهم من كلامك سيد أسامة أن عملية التعامل مع لا قدر الله حوادث أو حروق نتيجة الألعاب النارية يمكن أن تحدث بشكل ميداني في النقاط التي أقمتموها في مختلف مناطق العاصمة. هذا شيء عربي جدا، لكن المشكلة في أنواع الحروق المختلفة إضافة لحالات البتر اللي ممكن تحدث نتيجة الانفجارات الخاصة ببعض الألعاب النارية اللي تواجه سوء في عمليات التخزين وسوء في عملية الاستعمال. هنا لا يمكن تقديم الإسعاف الأولي في حد مكانة سيارة الإسعاف المجهزة. سيتم نقل الحالة مباشرة إلى الحروق والتهيئة اللي تقوم بالواجب. هذا ما يلخص. لكن ولله الحمد هناك بادرة جيدة هذه السنة. نحن الآن على مشارف سباق احتفالات المولد النبوي كما هي في كل عام، ولاحظنا هداك عزوف من الناس الألعاب النارية، وهو ما نتمناه لكل خطوات قادمة. دعونا لا نحدثك مباشرة من قلب السوق، يعني نقوم بجولة تفتيشية داخل الأسواق. طيب سيد أسامة، ما هو الفرق ما بين الدور الذي تقومون به أنتم في جهاز الإسعاف والطوارئ والدور الذي تقوم به على سبيل المثال المستشفيات والمصحات العامة في طرابلس؟ أننا نحن الخطوة الأولى للإسعاف، نحن الخطوة الأولى للإسعاف. كل ما تقوم به باقي المستشفيات هو خطوات ثانوية للخطوة الأولى، يعني الخطوة الأولى إذا قدمنا نحن الإسعاف الأولي أو نقلنا الحالة بشكل سليم تستقبلها عملية الإسعاف، نحن مكملين لبعضنا لكل الحالات في آلية العمل الإسعافي. لذلك نحن نعم مكملين لبعضنا في خط سير واحد، فقط نحن نعمل على الشارع وهم يعملون في أماكن مغلقة ألا وهي المستشفيات ونقل الإسعاف الخاصة والثابتة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، كنت معنا عبر الهاتف. وننتقل الآن إلى طرابلس مع مراسلنا حسين البرناوي الذي سيطلعنا على الاستعدادات من أحد أسواق العاصمة طرابلس للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تقترب ذكرى الثاني عشر من ربيع الأول، وحتى أن مظاهر الاحتفالات تعم داخل ليبيا والمناطق مختلف المناطق بالعاصمة طرابلس بالتحديد. نحن الآن متواجدين في أحد الأسواق التي انتشرت فيها الباعة في سوق الظهرة بالتحديد، حيث أن مظاهر الاحتفالات داخل العاصمة المحال التجارية كانت مزينة بالمواد الزينة وأيضا بعض الزينة التي تتبع احتفالا بذكرى مولد النبوي الشريف، ذكرى سيدي خلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى الغالية على قلوب المسلمين أجمع. نحن الآن متواجدين في أحد الأسواق التي عدسة النبا كانت متواجدة داخل هذا السوق، سوق الظهرة، للتجوال داخل هذا السوق وأيضا أخذ آراء المواطنين حول مظاهر الاحتفال عن مظاهر الاحتفال التي تقام اتباعا بهذه الذكرى، وأيضا ما يتم الاحتفال به في يومين 11 و12 من ربيع الأول. يعني إذا ما تحدثنا عن هذا السوق وما يحتويه من الباعة المتجولين الذين يتجولون داخل هذا السوق لبيع حاجيات التي يتم اقتناءها داخل هذا السوق، يتم بيع الكثير من المواد التي يتم شراءها واقتناءها اقتداء بسنة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما تحدثنا عن الموروث الثقافي والتي توارثه الأجيال ومن الأباء والأجداد من عادات وتقاليد تتبع احتفاء بهذه الذكرى، هناك من يحتفل بداخل المساجد بالذكر والسيرة العطرة لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، هناك أيضا من يتجمعون داخل المنازل للبيت العيلة كيف ما نقوله نحن بالعامية، يتجمعون الأهالي للاقتراب وأيضا صلة الرحم في هذه الذكرى. يعني هذه الذكرى تعتبر هي ذكرى حميمية على قلوب المسلمين والليبيين بالأخص، يتم الاحتفال به كل حسب الاحتفال به، هناك من يتم إشعال بعض القناديل والشموع وأيضا بعض العادات والتقاليد التي تتبع في هذا اليوم، يعني يوم الموسم كيف نقوله نحن، يعني يتم العشاء بوجبة شعبية هي يتم
رشدة كسكاس كيف ما نقوله احنا او كسكسي باللحم يتم العشاء به. من ثم في الصباح الباكر اغلب العائلات الليبية يتم افطارهم او الافطار لديهم بالعصيدة التي تختلف من منطقة الى اخرى، وكل حسب الطريقة والمكونات التي تضاف الى العصيدة يتم تجمع الاهل في هذا اليوم، وايضا ذكر السيرة للنبي وايضا اخذ الموعظة من هذا اليوم. هذا السوق، اذا ما تحدثنا عن هذا السوق، سوق الظهرة يرجع تاريخه لاكثر من 20 سنة، يتم في كل سنة من هذا الموسم اتباعا ببيع بعض الحاجيات التي يتم اقتنائها للاطفال بالاخص، لان هذا الموسم او هذه الذكرى هي احتفالية يهتم بها الاطفال اكثر او مناسبة اخص بها الاطفال. هناك مختلف الحاجيات التي يتم بيعها داخل هذا السوق، هناك الالعاب المختلفة، هناك بعض الحاجيات التي يتم شراءها اقتداء بهذه الذكرى، القنديل كيف بنقوله بالعامية القنديل، الخميسة، بعض الشجرة التي يتم تزيينها بالمواد الزينة وأيضا إشعال يوم أو الموسم اتباعا لما بعض بعض الألعاب النارية التي يتم اللعب بها في يوم الموسم. تم تحذير من الجهات المختصة بشأن هذه الألعاب النارية، المفرقعات أو الخطلوح كيف ما نقوله بالعامية، لما لها من خطورة على الأطفال. يعني في السنوات الأخيرة لاحظنا بأن هذه الأشياء قلت نسبة ما بسبب الحملات التي يقوم بها الحرس البلدي وأيضا بعض الجهاز الأمنية. إذا ما تحدثنا عن هذا السوق هو من حركة السير والازدحامات، حتى وأن طغت أو ظهرت الأشياء أو الأزمات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، لأن الليبيين أجمعوا على الفرح وعلى الاحتفال بذكرى الغالية على قلوب المسلمين وعلى الليبيين أجمع، هي ذكرى مولد سيدي خلق محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا للزميل حسين البرناوي الذي كان معنا من طرابلس ونقل لنا أجواء المولد النبوي الشريف. ونبقى مع ذكر المولد النبوي الشريف أيضا، وهذه المرة من وادي عتبة، حيث أحيى عدد من مرتدي الطرق الصوفية ذكر المولد النبوي خلال ملتقاهم الأول. كاميرا قناة النبأ حضرت الاحتفاء وعادت بالتقرير التالي. ابتهالات روحية وإنشاد لقصائد دينية تذكر بمناقب وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارتفعت أصواتها وغطت مسامع الحاضرين. لفيف من مشايخ الطرق ومريديهم وخطباء المساجد من أتباع الطرق الصوفية بوادي عتبة اجتمعوا في ملتقاهم الأول لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. الملتقى الأول لطرق الصوفية بمنطقة وادي عتبة، والتي حضرنا هذا المنطقة جميع مناطق الجنوب من سبا، الشاطي، وباري، مرزق، زويلة، على حسب على ما على غدوة على مستوى مناطق الجنوب، والذي تطرق فيه برنامج المولد بصفة عامة، ختم دعاء، ختم القرآن طبعا، وتوزعت في هذا الملتقى ما يقارب 113 ختمة. ملتقى احتفالي جمع المشاركين من مختلف مناطق فزان، كان موعدا للتذكير بالسيرة وصفات النبي العدنان، وبابا للاقتفاء بأثره الشريف والاهتداء بأخلاقه السمحة، ما اعتبره القائمون على الملتقى وصلة للتعريف بالدين الإسلامي عن طريق مبلغه، كيف كان عهده وما مدى التحول في هذا العصر. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكرى مولده اليوم نحتفل في هذه المنطقة ألا وهي محل التساوى، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا إلى الإسلام وهدانا إلى حبه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع التف حوله كل محبي الطرق الصوفية بالمناطق الجنوبية،
استحدوا فيها صعاب ولبوا النداء من أجل هذه اللحظة التاريخية احتفاء واحتفالا، راجين استمرارها في قابل السنوات. مشاهدينا الكرام، العاصمة متواصلة معكم وتتابعون في ملف اليوم تواصل الاعتداء على شبكة الكهرباء ومخاطر عودة طرح الأحمال. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. اعتداءات متكررة تتعرض لها محطات الكهرباء، آخرها كان في زليط عبر سرقة أسلاك كهربائية وصل طولها إلى 3000 متر، ما دفع الشركة العامة للكهرباء مناشدة الجهات المختصة التدخل السريع لحماية مكونات الشبكة تجنبا لطرح الأحمال. المزيد في سياق التقرير التالي. الاستقرار النسبي في أزمة الكهرباء بعدد من المدن الليبية، تخرج الشركة العامة للكهرباء بمناشدة الجهات المختصة بوزارة الداخلية في الحكومة المقترحة وكافة المؤسسات الأمنية بمدينة زليط التدخل السريع لحماية مكونات شبكتها. الشركة تخلي مسؤوليتها من أي أزمة قادمة بسبب سرقة عناصر مجهولة أسلاكا كهربائية جنوب زليط قدرت أطوالها ب3000 متر، مؤكدة في الآن ذاته تعرضها يومياً لأعمال السرقة والتخريب. الشركة وفي أكثر من تصريح لها أكدت أن الاعتداءات المتكررة على محطات الكهرباء وسرقة المعدات والكوابل من قبل المجموعات المسلحة زاد من صعوبة حل هذه الأزمة. ولم يقتصر الأمر على السرقة فقط، بل عزت الشركة مناسبات كثيرة أن السبب يعود أيضاً إلى الاستعمال المفرط من قبل المواطنين داعية إياهم إلى الترشيد في الاستهلاك. أسباب ربما في القريب العاجل ستعيد للمواطنين عيش أزمة قديمة جديدة، وربما ستتعدى إلى دخول المدن في إظلام تام، خاصة وأن فصل الشتاء والامتحانات على الأبواب.